البرمة اللي بعدها. فلتتي أول ضيفة أفرح إن هي فلتت. السؤال رقم 4 بيقول هو فيه خبص حبتين يعني. طب ليه؟ بحاول أتخبص. هيفا وهبي وسيرين عبد النور وفي فنانين كتير جم مصر ومثلوا وبقى ليهم جمهور مصري. ليه انتي الفترة دي ما عملتيش كده؟ ما حاولتيش تيجي تعملي مسلسلات في مصر وتعرفي أكتر في مصر؟ الناس عارفاكي ان انتي ريتا حرب اللبنانية اللي بتعمل مسلسلات رهيبة يعني بنشوفوها عن طريق المنصات، لكن مثلا ما شفنالكيش مسلسل في رمضان على قناة مصرية. ده مناية يعني، هيدا شيء عم بتقليلي وأنا من جوا كتير بحبه وكتير بحب كون عم مثل بمصر وعم مثل بالمسلسل الصح وبالدور الصح. إيه اللي مأخر الخطوة؟ أنا من زمان كتير منعرض علي، يعني أنا أصلا كنت أعمل إعلانات بمصر وبسوريا وبلبنان وكانوا الكل بدهم يعني مثل بلبنان وبسوريا وبمصر. وبمصر كتير انعرض علي أفلام ومسلسلات، بس أنا بما أنه الغلطة أني تزوجت كتير بكير وخلفت كتير بكير، فكان أولاد كتير صغار لسافر وروح عيش ببلد تاني مثل، يعني كانت صعبة كتير علي فكرة الانتقال والسفر كيف بدي أترك أولادي. في عمل معين اتعرض عليكي وتعمل دلوقتي ونجح؟ مني ذاكرة أنه شو هو العمل، بس أنه كتير يعني طول عمرهم بمصر بحبوا ريتا وأنا بحبهم وكنت أجي لهم. فكرة بس مش عايز أقول لا ولا، لأنه في كتير أسم حتى بعدين لما دخلت الإعلام بمحطة يلي هي أصلها سعودية بس هي إلها قاعدة بمصر لحد اليوم وقاعدة بلبنان، وأنا كنت ما بين لبنان وما بين مصر وجيت لهون وقدمت. وحتى كمان بهالفترة أنا كنت صرت مثل حتى كمان قالوا لي بس صار دايماً إلها علاقة بالمكان الصح والتايمينج الصح، بس المهم النوايا. يعني أنا نيتي كتير عبالي أنه مثل بمصر وكتير عبالي أنه أعمل شيء حلو ويعطيني هيك خطوة لقدام باللي قدمته، يعني بدي أضيف شيء كتير حلو للي قدمته بالتمثيل. عايز تعملي في مصر برضو دور الست الشيك الجميلة، وإذا لو جالك دور شعبي قوي؟ لا أنا بحب الشعبي. هلأ العالم لأنه تعودت علي بهديك الأدوار بيقولوا لي لا أكيد ما بيلبق لك شعبي، ما بيلبق لك تكوني فقيرة. ترون جربوني، هذا بيكون تحدي جديد لإلي. لا أنا كتير بحب التحديات، يعني ممكن أتحدى حالي وأحكي مصري، ممكن أحكي كمان لغة تانية، يعني ممكن أتحدى حالي قصدي باللغة باللهجة بالدور بكل شيء. والممثل الشاطر هلا اكيد مش رح نختلف انه في ادوار بتلبق لممثلين اكثر، يعني تعبير وجهك اذا انت وجهك شوي رايح قاسي ولا ناعم بيلبق لك ادوار معينه، شكل جسمك طولك لون شعرك. هلا الشعر بيتغير، يعني ممكن نعمله اسود ممكن نعمله بني نعمله احمر قصير طويل، هيدي ما فيها مشكله حسب الدور. بس في ناس بيلبق لهم ادوار اكثر من ادوار، بس هو التحدي انه تقدري انت تقول بحالك وتلعب الدور مثل ما هو، فقيره شعبيه غنيه ما بتفرق. مين في مصر عايزه تمثلي قدامه نجم معين؟ ما رح فوت بلعبه الاسامي، بس انه في نجوم كتير يعني. لا لازم تقولي. لا دي مصر بتوجهها له اكتر واحد. نحن وصغار مربينا غير على الافلام المصريه، يعني في الجيل القديم كله، يعني شو بدي اسميلك، يسرى، عادل إمام، يعني يحيى الفخر، يعني أسامي. طب الجيل الجديد في هلا يعني في الوسط أحمد السقا مثلا، في كتير بدي سمي اسم وانسى اسم، يعني مش حيجي ببالي سمي لك ياهم كلهم لأنه ليستا. مين بتحبي تمثلي قدامه؟ نفسك تمثلي قدامه؟ من نكتار؟ لا اختاري اسم واحد في مصر. نساء ورجال. لا أنا عايزة راجل، يعني بدي المجموعة كلها هيك تكون. بد المجد من اطرافه بقى. انا خلاص عايز ادخل بقى. ايه عايز ادخل من الباب العريض. عايز يخرب بيته، عايز كل نجوم. عايز المنتج يخرب بيته. ايه ليه لا كله نجوم. كله نجوم. انت خايفه مثلا المنتجين تحطك في ادوار طول الوقت معينه بسبب شكلك ستايلك، يعني الناس شايفه ان دي مثلا هيدي كنت خاف منها قبل، بس انه بعتقد هلا مفروض يعني المنتج الذكي والمنتج لازم يكون ذكي ويعرف يستثمر مصرياته صح، مفروض يكون تخطى هيدي الفكرة إن كان بالنسبة لإلي أو لغيري.
الشكل نستثمره بالدور الصح ومنشوف ريتا بشو لعبت أدوار قبل وين بعد فينا نستثمر طاقات ريتا التمثيلية مع شكلها بدور صح. يعني أكيد المنتج لازم يفكر بهالطريقة إن كان مصري ولا شو ما كانت جنسيته. ألز شريرة شفتها في أنا شريرة؟ آه كنت طلع شريرة. الله يسامحك كنت طلع لا مش شريرة أنا حقانية الحق استريتو كنت حقانية بنتي يا جماعة بقى. لا في استريتو كنت حقانية بستيلاتو أكيد. طب والخائن كنت حقانية؟ رؤي بستيلاتو كنت حقانية. لا ما كنتش يعني حقانية. كنت سرسارة شوي كنتي عاملة مصايب بس إنه أنا كنت يعني عاملة مصايب المصيبة جاي علي بجرب بلاقي مصيبة تانية عايزة بقى توريهم بقى أنا هوريكم بستيلاتو مبني على المصائب بقى. لا والخائن؟ الخائن من وجهة نظري لأنه الخائن البيوت. الخائن كأنه حدا عم بيلعب على أحاسيس الناس كلها وأنت كيف شايفتيها من وجهة نظرك بتدافع ست أنا من وجهة نظري كنورة زين كنت شايفة أنه هيدا الصح لأنه أنا ما كنت عم باخد الأخبار مثل ما هي بتدافع هلأ. عن بنتك آه أوكي بس أنت في الحقيقة لو أنت أم دلوقتي البنات في الحقيقة ممكن تعملي كده زي نورة زين لو بنتك جات اتجوزت حد متجوز هلأ أنا ما بخليها يعني هي الفكرة من أساسها وخلاص حطيتي في أمر واقع هتعملي زي نورة الزين؟ ليش في شيء اسمه طلاق انفصال إذا أنا اكتشفت نورة ما كنت عندها عارفة بيبي. ما كنت عارفة نورة ما كانت عارفة أنه زوج بنتها عم بيلعب هيك هي عم تتلقى الأخبار من بنتها بنتها اللي صار عندها هوس ومريضة وعم بتخبي يعني البنت اكتشفت الخيانة واكتشفت كل هول وبتخبي بتوصل لأمها اللي بدها إياه الأم عم تتلقى من بنتها هيك وعم بتدافع عن بنتها للآخر يلا البرمة.